عنا ان بعد المعرض يبقى في يعني خطه تسويقيه للمنتج، خطه رفع قيمه المنتج نفسه او رفع جودته. نتمنى ان يبقى في عندنا اكتر من فكره زي التلي، زي حاجات تانية تستخدم في اشياء غير المعتاده، ونقدر يبقى نساعد السيدات على تصديرها. ده املنا ان شاء الله في المرحله القادمه. جزء تاني هو النزول بالمعارض دي على المحافظات، فكل فرع وكل محافظه تقدر تعمل معرض مشابه للمعرض ده، ويبقى في عجله انتاج وبيع يعني في المحافظه نفسها على منتجات السيدات المصريه. هو انا لاحظت ان معظم العارضين طالبين ان يعني في استدامه في العرض، استدامه في العرض، ويبقى في كثره في المعارض. يعني هو ده اللي خلق يعني سبل للتسويق مهم جدا، ونتمنى ان احنا يبقى عندنا اكثر من معرض. نتمنى، ولكن يعني ده كمان مكلف، فبنحاول على قد ما نقدر نعمل على مستوى المحافظه ونقدر ننزل في هي. بس برضو اللي لقيته ان حضرتك فيه عايزين يعني كل محافظه ليها منتج مختلف، عشان كده انا هنزل على كل محافظه. هم عايزين ان المحافظه دي تتعلم المنتج محافظه ثانيه. بصي انا عاده خلق يعني تنقلي حرفه من محافظه لمحافظه مش هيطلع بنفس الجوده، لان احنا بنبقى متربيين على حرفه معينه. هو احنا عايزين المحافظه في الحرفه دي تعمل منتج افضل، هو ده المطلوب. كم لحمه حامل من محافظه الفيوم، قريه الاعلام. فاحنا النهارده مدايين في المعرض ده، وده احنا عارضين حاجتنا، يمكن ربنا يسهل لنا ويبقى في زباين وفي شغل. ايه اللي انت عارضه؟ الفوس، يثبتها الفوس. يعني قول لنا على الاسعار وبيتعمل ازاي؟ ده فوس النخل وقشر الرز. زي ومحتاجه ايه اكتر من المجلس القومي؟ والله محتاجين انكم تقفوا معانا وتفتحوا لنا باب للنسوان.